استطاعت الجزائر لم شمل ثلثي القادة العرب في القمة العربية 31 التي تمثلت فيها 5 دول بمستوى دبلوماسي منخفض: السعودية، الإمارات العربية، الكويت، البحرين والمغرب، مع استمرار تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية. تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية، والإعراب عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد آثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعا. إن أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فإنما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية. تشدد المملكة على محورية سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتتطلع إلى انتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية وتنفيذ أحكام القرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الصادرة من مجلس الأمن. لا زالت التطورات في سوريا تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم، ويحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها والسعي نحو وضع جديد يتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي وفي جامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة منذ عام 1945. رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي توجه إلى القادة العرب بكلمة وجدانية: إن لبنان الذي تعرفونه قد تغير. نعم، بلد الأرز قد تغير، المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر، والمطار الذي يعتبر منصة للطلاق تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. نحن في دولة تعاني اقتصاديا وحياتيا واجتماعيا وبيئيا، ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانات. نعم، بأقل الإمكانات حتى وصلنا إلى اللحم الحي. وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام أزمة غير مسبوقة حتمت علينا السير ببطء وحذر شديدين لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. كما نجح لبنان مؤخرا في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية لمنطقته الاقتصادية الخالصة، ونأمل أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان ويضعه أيضا التوافق على انتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين. إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به وعدم تساهلنا مع أي محاولة للمس بجوهره، لتتشابك الأيدي العربية لإنقاذ بلد لبنان الذي يعتز بالعروبة والمحبة لأشقائه. أطيب التحيات لكم من بلاد الأرز، من لبنان، هذا الوطن الصغير الذي يمكن أن يكون له دور كبير في خدمتكم، في خدمة العرب، إذا أحيط بحب كبير منكم لا تتركوه وحيدا. في الشأن الفلسطيني، تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وتأكيد على التمسك العرب بالسلام العادل كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي الإسرائيلي. وإذا أكد إعلان الجزائر على الالتزام بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، أدان ما سماه انتهاك ميليشيات الحوثي لأمن المملكة السعودية والإمارات العربية.
سوريا الغائبة عن الجامعة العربية حضرت في إعلان الجزائر الذي أكد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف بما يلبي تطلعات الشعب السوري. إذا كان من نجاح يسجل لقمة الجزائر فهو تمكنها من تنظيم أول قمة عربية إلكترونية، قمة بلا ورق، علها تنجح في تنفيذ مقررات لطالما اتسمت بأنها بقيت حبرا على ورق. من العاصمة الجزائرية حيث مقر انعقاد القمة العربية 31، سعد الدين الرفاعي، نانسي السبع، قناة الجديد.